كان في كلام اتقال ان انت كنت انقطعت عن التدريبات علشان تروح نادي الزمالك، الكلام ده حصل؟ لا 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 خالص. لا انا كنت مفيش غير تقريبا هو طلع، انا عارف اليوم اللي طلع فيه الخبر ده، اه بس انا بقول لك. لا لا انا في يوم واحد بس اللي استأذنت من الإدارة ومن الجهاز الفني ان انا اتأخر يوم، يعني كانوا هما رجعوا مثلا السبت انا رجعت الحد، تمام. ولا لا كانت بموافقتهم يعني، كان كان موافقة إدارة النادي كان يعني. الإدارة عارفة والجهاز عارف، ما كانش فيه اي مشكلة خالص في الموضوع ده، حتى ما كلميش في حاجة. خلال مفاوضاتك مع نادي الزمالك برضو كان طلع صورة لك التوقيع، هل أنت تعاقبت في النادي؟ لا هو صورة التوقيع دي زي ما يا سيدة الموضوع ده حصل فيه لغط كبير، وكانوا عايزين انا اطلع اتكلم طب اطلع وضح، وفي ناس كتير كلمتني طب اطلع اتكلم والكلام ده كله. والصوره دي كانت صوره، مش صوره امضيتي مع نادي الزمالك خالص، اصلا هو مش انا اللي بقول لك، حتى هو اداره نادي الزمالك الاستاذ احمد سالم الحدث الرسمي الناس كنت جاي لك المحدث قال ان احنا ما الرسمي، تفاوضناش اصلا. ايوه هو فعلا طلع قال كده، فهو يعني المصدر جاي لك من النادي نفسه قال لك ما فوضاش، فاهم؟ فهو فعلا لا لا ما فيش الكلام ده خالص. انا احنا كان في مفاوضات والكلام ده كله كان موجود، بس ما حصلش ان انا مضيت او حاجه. لا هو انت طبعا لما اجي امضي هيبقى الامضه دي بمعرفه نادي الجونه ونادي الزمالك، نادي الزمالك نفسه قال لك احنا ما فوضناش يعني.